دورة التصميم التجاري والإعلاني، مدرب المهارات معاذ الشحمي. خليك معي في هذه الدورة وتابعنا فيديو فيديو، وراح تلاقي كل الفائدة والمتعة بدورة التصميم التجاري والإعلاني. يلا نبدأ الدورة. نيجي كمان من التطبيقات والأمثلة، تصميم غلاف كتاب بوك كفر. طبعا بالبلدان العربية يعني الكتب الورقية سوقها ضعيف شوي، حتى الإلكترونية سوقها ضعيف يعني، وإنما عم تشهد تطور تقدم شوي، يعني طبعا ما وصلت لمرحلة سوق الكتب الغربية وإنما عم تتطور يعني ماشي حالها. كمان تصميم الكتب شيء كويس. أهم من تصميم الكتب في شيء عندي، تصميم المجلات. المجلات سوقها كويس هون بالبلدان العربية. طبعا بدك برنامج الانديزاين، ضروري إنك تتعرف على برنامج الانديزاين لتصميم المجلات أو الكتب. الانديزاين طلعت فيه دورة كاملة بقوائم التشغيل، بتقدر ترجع لها. تصميم غلاف الكتاب، شايف هون في عندي سماكة هاي بالنص بين الغلاف الامامي والخلفي، هاي بدك تدير بالك عليها. هون شايف هون بكتب لك مثلا نص شيء موجود هون، هذا النص هو بيعبر عن شو، يعني بعبر مثلا عنوان الكتاب، معلومات عن الكاتب. هون الوجه القدامي والوجه الخلفي، شايف في عندي سماكة. السماكة هاي بدك تحسب مثلا سماكة الورقة، قديش في عندك عدد أوراق بالكتاب، بناء عليها ترسم هذا المستطيل، بتصمم هذا المستطيل. شايف نفس المبدأ، كمان في هون بالتصميم غلاف الكتاب بدك تلاحظ او بدك تدير بالك من موضوع البليد، اللي هو الهوامش اللي بتروح بالقص. دائما خلي عندك هوامش بليد مثلا 3 ميلي. اضافة لما سبق انه بالتصميم غلاف الكتب هو اندور بطبيعة الحال، يعني تصميم داخلي اندور، يعني تصميم مساحته صغيرة شوي نسبيا، يعني عم نتكلم عن A4، مقاسات A4، اكبر شوي اصغر شوي. ممكن يكون الكتاب يعني مش مستطيل، ممكن يكون مربع، تصميم الكتاب مربع، الورق مربع لإله كمان ممكن يتصمم، يعني ما في عندك اي مشكلة بالموضوع. المهم تكون تعرف مقاس الصحيح للكتاب. وشايف الإج، هاي اللي عم نتكلم عنها الإج، يعني هون مثلا هذا الكفر القدامي، شايف هون بتعمل التصميم اللي بدك اياه، يعني مثلا اعطيه لون ونص معين ايا كان النص. طبعا بالغلاف مثل ما ذكرنا سابقا ممكن تعمل مثلا الكفراج. الكفراج حلو بالغلفة الكتب، بيعطيك جمالية للغلاف. وممكن كمان تعمل بالغلاف نفسه، ممكن تعمل داي كات،
يعني اللي هو تعمل شيء فني بالتصميم نفسه يعني. يعني الصفحة الثانية بالغلاف بتكون شو؟ بتكون مثلا بيكون فيها الشعار تبعك، بيكون فيها شعار الشركة أو عنوان الكتاب بطريقة إبداعية. هو هذا الموضوع يعني، بس ببساطة أنت بتقدر تعمل تصميماتك بالطريقة يلي بتعجبك. يعني هون مثلا هذا شوف هون، خليني أعمله بدون لون. يعني هون مثلا هاد شايف، خليني أعمل له color overlay. لو بدي أعمل مثلا هون كفراج أو الإمبد، هون مثلا يعني مثلا خليه على لون الخلفية، بس مثلا بعمل له حدود اوكي، وبعمل له ستروك مثلا، خليه الستروك كبير شوي. هاد خليني اصغر الحجم تبعه اوكي. ما بديش جراديانت، بدي اياه لون اسود مثلا. يعني انت بتقدر تلعب بالتصميم على كيفك، بتعطيه جماليات. يعني مثلا هذا المثال، خليني اقلل شوي الستروك اوكي. مثلا هذا غلاف عندي اوكي. غلاف كتاب كمان بدك تدير بالك من الادج اللي تكلمنا عنها اللي هي الحافة. هون مثلا لو غيرنا بالحافة هاي شايف، يعني مثلا خليه اسود مثل ما هو اوكي، وخلي النص عكس الالوان. يعني مثلا هاد نفس الموضوع خليني اصغره شوي للنص بعمل له روتيت بيمشي حاله اوكي كنترول تي، بس انه بعمل له دوران. ليش؟ مشان مثلا 90 درجة. طبعا انت بتقدر تشتغل بالإلستريتر او بالفوتوشوب، اي برنامج انت بتشتغل عليه بيمشي حاله اوكي. المهم انك تراعي القياسات بشكل مظبوط، كمان انك شو، انه يكون تصميمك بسيط بقدر الامكان. يعني مثلا هات خليني اغير اللون، بس خليه ابيض
اوكي. طب كمان انت يعني بتقدر تعمل التصميم تبعك على كيفك، بتعطيه الجمالية على يعني ذوقيات الموضوع. انت بتصمم اوكي. اذا هاي الادج موضوع مهم انك تعرف القياس تبع العرض تبعها. شايف طلعت معي هاي النتيجة، نتيجة جميلة. هذا ممكن تعمل كفراج، النص هذا ممكن تعمل كفراج يعني بارز، ممكن تعمل فيه اشياء يعني جمالية بتصميم الغلاف الكتاب. شايف؟ اذا هذا كان تصميم غلاف كتاب.